يقول: ما الحكم في أذان الرجل إذا كان ماشيا ومتجها جنوبا أو شمالا أو شرقا أو واقفا ومتجها القبلة لكن يلتفت شمالا وجنوبا، فما الحكم في ذلك؟ المشروع في الأذان أن يقف متوجها إلى القبلة وأن يرفع الأذان ويلتفت عند الحيعلة، حي على الصلاة حي على الفلاح، يلتفت يمينا وشمالا، إذا قال حي على الصلاة يلتفت يمينا، وإذا قال حي على الفلاح يلتفت يعني عن شماله إلى يساره، هذا هو المشروع. ولو أذن وهو يمشي أو أذن وهو إلى متجه إلى غير القبلة فأذانه صحيح، ولكنه يكون تاركا لسنة وهي الاتجاه للقبلة، لأن الأذان عبادة والعبادة يستحب أن يتوجه بها إلى القبلة مهما أمكن ذلك، ولأن هذه صفة الأذان الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الاتجاه إلى القبلة حال الأذان من المؤذن مستحبا. نعم، جزاكم الله خيرا.